شكرا للعلا الاهتمام وشكرا على السؤال المهم حول احد المشاريع الكبرى اللي عرفتها اللي عرفها بلادنا منطقه الشمال بالخصوص اولا هذه يعني ممكن نقولوا واحد العنايه مولويه ساميه للجهة الشمال عامه ومدينه طنجه بالخصوص هذا آه الميناء اللي حقيقة كان هو الميناء الرئيسي يعني في قبل آه في التاريخ كان هو المدخل الوحيد يعني من اوروبا باش يدخلوا الناس للمغرب فمع تنامي يعني النشاط البحري يعني والاقتصادي لمدينه طنجه ولهذا الميناء كان من الضروري انه يوجد حل لهذا الميناء الذي كان يوجد وسط المدينه فكانت الرؤيه الملكيه الصائبه بانجاز ميناء طنجه المتوسطي اللي غيكون مخصص وتم ترحيل كل الانشطه المتعلقه يعني باللوجيستيك وبالصناعه وبالاقتصاد وبالتنقلات بالبضائع من وسط طنجه الى هذا الميناء اللي حقيقه الان هي مغفره مفخره لكل المغاربه والان اصبح يعني من المواني الرائده على الصعيد العالمي في هذا الميدان ديال التجاره البحريه. بخصوص هذا اذا تم تحويل كل الانشطه التجاريه واللوجستيكيه الى الى ميناء طنجه المتوسط وكانت رؤيه يعني ملكيه باش هذا الميناء اللي كيتوجد وسط مدينه طنجه تعطى ليه واحد مهام اخرى، حياة اخرى، رؤية اخرى اللي غا يمكن مدينة طنجة اللي هي تقع كما كما تعلمون والله سبحانه وتعالى حداها بهذا الموقع الاستراتيجي حول جوج ديال البحور يعني البحر الابيض المتوسط وكذلك المحيط الاطلسي وعلى المضيق يعني قريبة لأوروبا باش هذه المدينة تكون واحد حاضرة يعني عندها وجود متميز ومؤثر في الرحلات يعني الدوليه لي وكذلك في الرياضه البحريه يعني لا بليزونس من اجل الفكره من اجل اعاده تهيئه الميناء طنجه القديم وهي بالمناسبه ممكن نقول ان هي اول تجربه كتوقع على الصعيد الوطني من اجل يعني انفتاح ميناء بحري حول المحيط ديالو يعني ديال, ديال المدينه الحضري فحقيقه بعد عشر سنوات يعني وبعد يعني مجهود وتدخل كل الفاعلين يعني ممكن نقولوا ان المشروع يعني تقريبا فيما يخص البنى التحتيه نقول انه تقريبا كل الاهداف المسطره منذ البدايه ممكن ان نقول انه ولله الحمد تم انجازها والان ممكن نقول ان الميناء منفتح 100% على المدينه والمدينه منفتحه 100% مع الميناء وهذا التوحد بين الوحده بين الميناء والمدينه هو اللي يمكن هذه الحاضره اللي هي مدينه طنجه باش تاخذ يعني مكانه ديالها في بين الحواضر الكبرى العالميه في البحر الابيض المتوسط <applause> اولا كما سبق لي أذكر انه هو انفتاح ديال الميناء على المدينه وبالمناسبه هناك مشروع يعني عمراني كبير يعني عقاري كبير يعني في وسط الميناء وفي طور الانجاز وفيه بعض المرافق اللي اظن انها ان شاء الله في المستقبل في المستقبل ستشكل واحد الرافعه اللوفي امبورتون يعني بالنسبه للسياحه في مدينه طنجه الا وهو قصر المؤتمرات يعني امبار دي كونغري 1500 محل وكذلك طاقه استيعابيه من الناحيه السياحيه ب 1200 سرير هذا الشيء ما غيكونش يعني غيكون تاثير يعني جد ايجابي بالنسبه لـ 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 للمدينه كذلك لما كان الان الناس اللي تعرفوا مدينه طنجه قبل واللي زاروا طنجه حاليا كيلاحظوا كيف ان هذه الواجهه وهذه الصلة الوصل اللي كاينه بين الميناء والمدينه اللي كانت من قبل يعني كانت مصدر قلق ومصدر يعني انبعاث يعني الان اصبحت يعني ممكن موضع طمانينه وموضع راحه يعني الانسان يستفيد منها ويستريح منها كذلك هذا الانفتاح ديال الميناء على المدينه ليس فقط يعني فقط نهرسوا حيوط ونطلقوا بل اكثر من ذلك فخلال خلال هذا المشروع مشروع اعاده تهيئه ميناء هناك واحد الجانب يعني ثقافي تاريخي تم اخذه بعين الاعتبار الا وهو اعاده واستمين الاسوار المحيطه بالمدينه العتيقه وهذا حقيقه ممكن نقول انه الان طنجه لبست واحد الحلي جديد اصبحت يعني عروسه بما في الكلمه من معنى كذلك تم تزويدها بعد يعني دي بيرل يعني بعض المجوهرات اللي هما بعض المآثر التاريخيه اللي تم الترميم ديالها وعطينا واحد الانفوكاسيون يعني واحد المهمه الا وهي بورت سنتر اللي كتبها بالديوان القديم كذلك برج دار البارود اللي الان اصبح يعني اصبح اسقاط فضاء يمكن للسائح وللتعرف على مدينه طنجه وعلى الاسوار المحيطه بطنجه بخصوص الاسوار الدفاعيه. كذلك هناك مشروع او فضاء مخصص للتعريف بهذه الشخصيه الفده اللي هي ابن بطوطه اللي حقيقه ممكن نقول انه في الماضي لم يكن نعيرها الاهتمام الكافي من اجل التعريف بما قام به والاهداف ديالو اللي حقا جاء العالم من المغرب مشى حتى للصين مشى حتى للهند مشى للمالديف مشى لاوروبا الى اخره مشى لافريقيا العمق افريقيا فالان هذا الفضاء ممكن نقولوا انه تيجي باش يرد الاعتبار لهذه الشخصيه الفضاء وهذه الجواهر اللي تكلمت لك عليهم الان هي تؤتت مدينه المدينه العتيقه لمدينة طنجه بالاضافه بالطبع للمآثر الاخرى والمسائل الاخرى اللي داخله في البرامج الكبرى اللي عرفتها مدينه طنجه من بينها يعني طنجه ميتروبول كذلك الاهتمام بالمدينه العتيقه بالطبع بالاضافه للمشروع ديالنا اللي هو اعاده تهيئه ميناء طنجه طنجه القديم وكذلك من بين المسائل المهمه هي انه الفضاءات الان اللي يوفرها الميناء بمحاذاه المدينه ممكن نقول انه اصبح أه يعني واحد المحرك قوي في التنشيط السياحي الثقافي والرياضي اللي كتعرفوا مدينه طنجه ومن خلال هذه المكونات اللي هذا المشروع لمدينه طنجه فكما تعلمون هناك مثلا فقط يعني في كسب المثال لانك يعني آه، ايرون مان اللي هي واحد نشاط رياضي دولي اللي عرفته مدينه طنجه عرف النسخه الثانيه يعني هذا العام هذا يعني كيعرف واحد الاقبال والتاثير ديالو على السياحه كذلك بالنسبه للكروازير الحمد لله الان يعني هي في طور يعني يعني متصاعد فهنا كنعرفوا الدور ديال السياح بخصوص المدينه العتيقه يعني لي بازار المتاحف لي ريستورون كذلك كل هاد الامور هادي كتنتعش بالمناسبه ديال 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 هذه السيارات بالطبع بالاضافه لنحن اولا نحن كميناء نساهم بشكل يعني كبير ومهم في استقبال يعني المغاربه المقيمين بالخارج في اطار عمليه مرحبا نستقل تقريبا حوالي مليون و ألف يعني آه يعني الناس اللي كيدوزو عندنا من الميناء وفي ظروف جد 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 مرحه وجد يعني مهيئه بحيث انهم لا ترافيرسي بيننا وبين بين طريف اقل من ساعه آه وفيها فقط يعني آه المسافرين وكذلك السيارات يعني فريمون يعني صراحه يعني ممكن نقولوا نكو انه ميناء آه سياحي آه مميز آه نظرا للسهولات والامور اللي كنوفروها للناس اللي كيدزو من عندنا